ما كانش جيبوني ياهم من الاول سيدي. ودي صدق لك ضروري تلحشوني مع هذا الابو ساطور من النصارى. الله لا يوفقك راح يخنقني. روح يا ابو ساطور يبعث لك حكه ولت اظافير ربي. يا سيدي فمو بقى الدنيا ما قامت. لو كان كل مين ما كان مثل مين ما كان، كان كل مين ما كان بمكان. يا كان نماش شد نيعك واسمعني منيح. يا بتقول الحقيقه يا بنزلك لعند ابو ساطور وخليه هو يصطفل فيك. وراح اقول له كمان انك انت اللي فسدت علي. ايه حاجتك بقى ما بتعملها؟ بعرفك بجودك، مالك لايمي هالدرجة. لا بعملها، وانت ما بتعرفه الا بجودك، لك هل انت بدك تضحك على شواربي ولك؟ لا يا ابو جوجات، مين جاب سيرة هالفلة؟ يسلمولي انا. قلي لشوف. ما انت اللي قاصمته على المصاري يلي اخذتهم من ابو دراع لابو ساطور؟ لا يا ابو جوجات، هيك بزعل منك، انا مد ايدي يا مال الحرام. ابو جوجات، خلص انا زعلت. نمس! وصلت معي لهون ها؟ لوين سيدي؟ لهون! لا وش لهون؟ القصة كبرت كتير يا سيدي. وحياة راس جودت مالي على أولى بعرف شي أنا. نوري تعال نزله لتحت. لا سيدي داخل عليك بلا تحت، خلينا فوق مشان الله. ناولني المبلغ يلي أخذته من ساطور. أحسن ما لفينك تهمة واعتبرك أنك أنت يلي ساعدته بجريبته وبتروح فيها 15 سنة ها؟ 15 سنة؟ لا سيدي داخل عليك، أنا ما شفت شي، ما سمعت شي وما بعرف شي، حلو عني أحسن شي سيدي. وين المصاري؟ مخبيهم بالبيت. بيت حارة الضبع ولا بيت حارة أبو النار؟ لا سيدي، ما أبي البيت اللي ما بتقول لحدا سيدي. قول شوفي. بحياة جودت بيناتنا. لا قولوا لك. ما أبي البيت سيدي اللي صارت فيه هديك القصة. أنا قصة؟ هذا بزمانه يا سيدي. كنت ماشي انا وابو النار بالحاره، قام طلع واحد وغلط بحق ابو النار، قام انا بلش الناموس يفتل براسي، شلت هيك وخبطته هداك الكف. نبي لو النار؟ لا سيدي يا زلمه، قام صار يفتل برضه مثل البرغي. تركنا انا وابو النار ومشينا. بعد 10 ايام، بعد 10 ايام سيدي راجعين بالحاره لقيته لساته عم يفتل برضه مثل البرغي. مالك علي يمين؟ مين ابو النار؟ لا سيدي الزلمه. وين؟ ما قابل البيت تماما. لك اي بيت؟ اللي فيها هذيك القصة، فالله يخليك ما بتقول لحدا. سلام عليكم. تعال هون، جدي بده يلعب عالكتين. يخرب بيتك، امشي اعطيني المصاري لك. تحرك! Je suis très inquiet. سيادة الكوميندان، تأكد تماما إنه الخطة ماشية مثل الليرة، وما ممكن حدا يوقفها. لكن حتى الآن نحن ما بنعرف وين مكان موجود أم جوزيف. سيرفيس دي رونسينيمون بيأكد انه موجوده بحارة الضبع. سيدي ما بعتقد انه ام جوزيف موجوده بحارة الضبع. ولازم نمخ. هذا مو جواب حاسم. انا بدي جواب ديفينيتيف. حاضر. واحد، دخيل اسم الواحد. اثنين، يا ضلوا عندي. ثلاثة، الله يجرنا من شماتي. أربعة، رح ناولك بالكف ها؟ ناولني بقى، خلصني. داخلي منك من العد تبعك، يخرب بيتك، كأنه دافعه من جيبته. يا سيدي. ثلاثة، اثنين، أربعة، خمسة، اطلع فيها ولا؟ شو هي؟ اطلع فيها يا حرامي، لسه خمس وراء. شو هي حبيبي؟ هي خمس وراء سيدي. تطلع فيها ولا بطلع ببلعك؟ تسوى راسك هي. هلا راسي بيسوى خمس وراسي؟ لا بزيد لي معك كمان، اطلع فيها ولا؟ ابرك سيدي. ما شاء الله حولك. فتح ما بتفوتك فايزة سيدي. هلا مزبوطين. هيك انت برات الموضوع ما دخلك ابنه، ماشي الحال. سيدي لا انا لا شفت شيء، لا سمعت شيء، لا بعرف شيء، خليهم يحلوا عني ما احسن شيء. خاطرك. الله معك، خليهم بجودة. هلا والله. سد لي بوزك، ما بدي هذا الموشع ابنه، داخل اي منه. تضرب بهالماركة. حلو عني بقى مشان الله، دخيل الله. الله يخرب بيتك يا بيولا، الله لا يوفقك. روح ربي تروح تعش تحت الحنتور ويحرد عليك الدور وتوقع بربي الغلي عم يغلي ويفور. إلهي وسيدي، إلهي وجاهي، يبعت لك واحد بواحد يرو مصيبة وعشرة وعشرين حما تسلق بدنا. يا ناموسة وينك 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 يا ناموسة. شو سيدي؟ تفاهمتوا مع النمس؟ فاهمنا. وإن شاء الله اعترف بشو مهم سيدي؟ مشي الحال. إيه ورح تتركه يروح بحال سبيله؟ نوري شو لك تحقق معي؟ عفوا سيدي، بس أنا يعني حابب أطمن على مجريات الأحداث بالنسبة لقضية مقتل أبو شهاب سيدي. شدني يا عقبة، فهمنا؟ أمرك سيدي. احمل حالك وروح جيب لي صبحي.
مين صبحي سيدي؟ صبحي ابن ال 11 نسيان انه ابو دراع بيكون صاره؟ بري عليك سيدي، ابو دراع سهره لصبحي مزبوط؟ لابد ما يعرف شي صبحي عن ابو دراع، لذلك بتجيبه بدكه بالنظاره. امرك سيدي، احترامي. انا كمان لازم اشوف مامو بيك. خليني احكي لنا كلمتين على رواق. بلا واحد بابا. ليش يا ابو سعطوش؟ ليش خبيت عليه شو صار بينك وبين صهري ابو دراع لما سالتك عنه؟ ايه الله يلعن الشيطان. لك كل مره بقول يا حالي كن واهدى ودوزن اعلاتك، بيجوا اولاد الحرام بيضربوا لي الدوزان وبيلعبوا لي باعلاتي. لانه انت اعلاتك جوزتين بقرش. الله يسامحك. تعرف لك ابو عناد اللي بيشوفك ما بيقول انك ابن 11، ابوك الله يرحمه كان جدع وقبضاي وضربة سكين وبتشطب وما بتتقطب. ابو سعطوش ببوس ايدك قول وريحني. صهري ابو دراح هو اللي قتله للعقيب؟ بسمتي وشرفي اني ما بعرف ان كانه ابو دراح اللي قاتله ولا لا. اكيد ابو سعطوش. لا يا ابو عناد، حلفت لك بسمتي وشرفي شيء؟ ما قلت لي ليش اعطيناك له؟ الله يصحك يا خالي ابو قاسم، ليش خبرته؟ مالك شايفه ضايج من اول ما سمع الخبريه؟ قلت له لاني حاسس انه صبحي ما له علاقه بصهره ابو دراح. صبحي قدعه أبضاي وأنا بعرفه ما بعرف حالي. وإيش كان خالي بس بيضل صهره؟ معتز؟ يا باي معتز؟ لا لا معتز؟ معتز؟ هلأ أنت بدك تعترف بالتي هي أحسن ولا لا؟ شو بدك يعني أعترف؟ تعترف وينه صارك أبو دراع؟ شو بيعرفني وينه صاري أنا؟ بالله بدك يعني صدك يعني؟ يا أخي الله وكيلك ما بعرف، ما بعرف شي. صار لي فترة عم دور عليه حتى اسأله ابو ساطور، اسألوه كم مرة سألته عنه. صبحي انا طلعت وانا نزلت بدك تعترف وينه؟ ما بعرف، ما بعرف وينه. احلف لك يعني؟ لا كله الا تحلف، بالاخص انت الك اب الله يرحمه. نوري مرسيدي نزله لهالمنظوم لتحت امه بواجبه، بركي بتنفك عادة لسانه بيقول وين مخبي صهره. حاضر سيدي. نزل ايدك، عم بقول ماني عامل شيء، ماني عامل شيء. عم اقول لك امشي معي احسن لك. نوري اتركه. ابو جودات ليش ماسكه لابو عناد؟ بدنا منه يعترف وين مخبي صهره ابو دراع. ابو عناد ما بيعرف شيء وما له علاقه بكل الموضوع. اسمع سيد معتز، انت ما دخلك ابنه وهيك انت عم تعطل العداله عن شغلها. رح بتتركه ولا بحكي كلام تاني؟ معتز شباب نحن كنا عم نزح معك يا أخي، ما في شيء. صار صبحي طلبناه بكلمتين، سؤال وجواب وخالصين. بدك تاخده الله معك. امشي معملي لعندك سيدي. بتحب الحاول ونشحط اثنين سوا لهون؟ بدك شدني يا عكبة. شو تشحط ما تشحط، ما شفت فرده بإيده؟ طيب شلون بدنا نعرف لك وين متخبي ابو دراع سيدي؟ ولك والله اسمع نعرف وين ابو دراع، فرده بايده وهذا واحد مجنون بيروحني وبيروحك. انت عندك اولاد وانا عندي، ما بتفهم؟ روح على شغلك. ابو العز، ابو العز وقف مشان الله، حاجه تعذبني اكثر من هيك؟ شو بدك صبحي؟ شو بدك؟ ليش هيك سويت معي؟ شو سويت معك؟ أنا ما عملت معك شيء. بس أبو دراع بيكون صهري جوز أختي. وإيش كان صهرك جوز أختك عمي؟ كل عنزة معلقة من كرعوبة. الله يخزيك يا شيطان. عم تبكي لك صبحي؟ ولك أنت ما بتعرف قيمتك بالنسبة لي. أنت أخي وصاحبي ولك أنت رفيق الغوطة. أنت عم تبكي؟ أنا ما عاد إلي عين أطلع بوشك يا أبو العز، ما عاد إلي عين امشي بالحارة بين الناس.
ويشاوروا عليه ويقولوا هذا صهر قتل العقيد. صلي على النبي لك أخي، صلي على النبي. بس هلا ما أنا متأكدين إيش كان أبو درع هو اللي قتله ولا لا. مشان هيك أنا عم دور عليه لا أعرف شو اللي صار. قسما بالله إيش كان هو إله أصبع بقتل خالي أبو شهاب. لعلقه على باب حارة الطبع سبعة أيام بالآلي هون لخلي كل أهل الشام تتفرج عليه. شو بها شريفة؟ ما بعرف غريبة، من صباحيه اجله وهي نازله على شغل وتنظيف، نظفت اوضتها واوضه اختها وهلا رايحه تغسل. وليش غريبه؟ شو بدك اياها تحط الحزم بالجرن وتعقوه؟ لك ابن عمي، لك والله انا خايفه عليها، خايفه عليها كثير. لا تخافي عليها، طالما عم تشتغل وتحوس بالبيت وما لها ضعفان الحمد لله، معناتها امورها بخير. يا مو انا علقت البابور وحطيت عليه برميل الغسيل، وين حاطه النيله؟ عرف الفؤاني بالنملية تقبريني. يا بيغلي لك كاسة شاي؟ والله كاسة الشاي من ايديك عسل بشهدو. على عيني. شايف؟ شايف شلون عم بتتصرف؟ ولك انه صاير معها شي. وانت شو اللي جاهزيك؟ اتركيها تتصرف مثل ما بدها. حطيلي ايديك واجريك بمي باردة الله يحن عليكي. ابن عمي بدي استأذنك بروح. لوين يا مهوين؟ متفقين أنا ونسوان الحارة إنه نروح نعزيها لأم عصام. إيه شو عليه واجب وإنتي ما بينقصك الواجب، روحي الله معي. يا ترى عرف إنه عناصر المخفى أرشحتوني هونيك؟ إلا ولا ما قلو يا ربي. أحسن شيء ما قلو بالمرة، أحسن ما يطلع مأمور ونصاب أكتر من أبي وداد ويحاصصني هو كمان بالمصاري. شعرت من صفي على الحديدة يقطع ورم قلب بعضون. هذا يقول لهداك العجمي للبيك. الله يكفيك شره. الله عمل لي فنجان قهوة. خرطوش فردك أنا حري. أنا بس إيه مامول بيك صحيح جماعة الكراكون شحطوك لعندون شلون؟ يا جماعة الكراكون ايه والله ايش منه مجودة كان حابب يشربوا كاسة شاي معي وبدو يستشيرني بشغلي، حاببني احكي كلمتين مع المحابيش عم يعذبوه كتير وبتعرف ايش منه انا وياهم عشرة عمر بيسمعوا مني، فشو حكى لي هالكلمتين وسألني سؤالين ثلاثة على ابساطه. يعني هيك القصة؟ هي بسيطة ما بيتحكى فيها عربي. طيب ما قلت لي شو صار معك مشان بيت ابو ممدوح؟ انو بيت؟ البيت ايه والله ما صار يشوفه، ايش منه كان ملتهي بالعزا تبع اخوه. ايه وهي خلص العزا، ليش ما بتقوم وتفاتحوا بالموضوع؟ يا مأمون بيك، انا من هاللي عم اقول لك، الزلمه ما حيبيع بيته امتنح. هلا انت فاتحه بالحسنى وين ما رضي ساعتها بنشوف شغلنا معه. يعني بدك تقدحه، قتلي، بس ما صار مع ابو مرعي. ابو مرعي؟ وانا شو دخلني بهالقصه؟ شو هالحكي؟ يعني ابو مرعي باعك البيت هيك من حاله يا حاله؟ مأمون بيك اسمعوا للمس، انا كم 100 مره قلت لك لا تتدخل بشيء ما بيعنيك، انا حطيتك بالدكان لحتى تشوف شغلك ومنفذ اللي قلت لك عليه، ولا قسما بالله بمطل لك رقبتك اكثر ما هي ممطوطه. بتمون ولا عيونك هالرقبه شداده والعين للبيك مدادي وعلى الراس منشيله وبنحطه وبنادي اهلي وباحلى بيك والله. سلام عليك. وين القهوه يا ابو الورد؟ عليك ابو الورد. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لك شو هالبلوه هي؟ شبك ابو ممدوح طالع من عند النمش وعم تبربر. لك هالزلمه يا اما غبي ما بيفهم يا اما عم يخاتل علينا. لك شو في؟ بقول لي هالبحثه بقى خلصني. يا سيدي النمس عرض علي يشتري بيتي ولما رفضت قال لي شو هو قصر يلدس؟ قلت له بالنسبه الي هو اهم من قصر يلدس، هذا البيت مقاويني انا وعيلتي واولادي. يا سيدي هي معك حق فيها. لك شلون بعرض عليك تبيع بيتك اللي مقاويك انت وعيالك؟ وقاحة بعيد عنك. واللي فهمته من المنظوم انه قاصد بيت اخي ابو تيسير. تعرف شو قال لي؟ شو قال لك؟ قال لي اسم منه بيت اخوك ابو تيسير يلي بحارة المسكي فاضي، شو رأيك تاخد عيالك وتروح تسكن هنيك والبيت اللي بيع الحارة تبيعني اياه؟
أنا ما راح أهدى ولا يرتاح لي بال قبل ما أعرف شو اللي صار مع أخي وشلون انقتل. طيب على علمكم في شي بينه وبين أبو دراع؟ هذا اللي مستغربه شيخي وما عم يركب براسي. منين لوين؟ خير أبو عناد، لوين رايح؟ بدكم تأخذوني يا رجال؟ أنا صبحي؟ سامحني أبو العز، بوس إيدك تسامحني. أنا ما عاد أقدر أقعد بيناتكم ولا بورجيكم وشي بعد اليوم. شو عم تحكي لك ابني؟ أنت ما دخلك باللي صار؟ لا عمي أبو كاسي، اللي صار بيعيرني من ساسي لناسي. الله وكيلكم عم بيمشي بين الناس وعم بحس بتطليعاتهم فيني. لك هاللي بده يطلع فيك بدي إيه عينتينه؟ نحن بنعرف إنك بريء من عماية صهرك ما من كاني. معلش عمي أبو كاسي، لك سامحني. لوين بدك تروح يا ابني؟ هاي حارتك ربيت وكبرت فيها، بعدين نحن كلياتنا أهلك. الله بعيد عمي، أرض الله واسعة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو بصفحي؟ شو صار له فجأة؟ قال يا سيدي حاسس بالذنب من يوم اللي سمع الخبر. الله وكيلكم يا جماعة، ما عم بقدر اطلع بوشه ولا عم بقدر سامحه. صحيح صبحي مو عامل شيء، بس اللي قتل خالي بيكون صهره. هو قال لك هيك؟ ايه والله يا ابو حاتم، النمس عم يهددني من تحت لتحت، والظاهر انه مأمون بيك مو حالل عني ليشتري بيتي. شو الشغلة على كيف النمس ومأمون؟ البيت بيتك حبيبي، وما في قوة بالدنيا كلياتها تجبرك تبيعه يا غصب عنك. خايف يعملوا لي شيء او يأذوني، وانا رجال كبير مو لقيان الدفشة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وانت شو قلت له؟ قلت له مهلني كم يوم لفكر بالموضوع. عملت عين العقل، اترك لي اياها هالكم يوم قبل ما مدوح لشوف لك شيء دوباره، ولا ما الله يحلها. عين خير. العقيد ابو شهاب انقتل؟ لا حول ولا قوه الا بالله، رحمه الله عليك يا ابو شهاب. شو عم تحكي انت يا صبحي؟ شو عم تحكي؟ هذا اللي صار يا جماعه. طيب وشلون؟ ما حدا بيعرف شلون، بس الناس عم تقول انه صهري ابو دراع هو اللي قتل. يا باطل ابو دراع؟ قال شو؟ الخانم عم تلهي حالها بشغل البيت. لك يخرب بيتها من حالها، يعب الشوم عليها. ولك هذا جوزها اللي ميت مو حدا غريب. شو هالجيل يا؟ شو هالجيل؟ عن جد الله يجيرنا من الأعظم. عليم الله ما لك علي يمين. أنا وقت أبو توفيق حزنت عليه وانقهرت 25 سنة. يا الله يرحمه. مالباشا وعساكره طيبين كتير. يبليني بحبهم. قولي على قامتي. مشان الله ما تأخذني ابن عمي ولا تأخذ على خاطرك، بس يعني أنا عم بحكي على نسوان هالأيام. يعني معقولة حرمته لأبو شهاب؟ ما تكون زعلانة عليه؟ معقولة، ليش ما تكون معقولة؟ هي بتكون زعلانة بس مو عليه، زعلانة على حالها وبالها. ليش؟ لأن ترملت ولستها صبية وصغيرة. ابن عمي علم على كلامي، إذا ما بتطق أجوازة بعد العدة لك يخرب بيتها من حالها. ما بيكفيها الوردة اللي إجت على البارد المسفيح وديك الحسبة. المهم ليش ما عزمت لطفية وجوزها على الغداء؟ قال يا بعدي صهري ومسند ظهري راح يتزهرم عند أمه. لك صحيح قدريت إنه أم جوزيف صارت هون بالحارة؟ أم جوزيف؟ إيه. معقولة ما عندها خبر ابن عمي؟ إيه بعرف يعني. أنا أول واحد خبرت بقصة أم جوزيف. قلت لحالي بس عن جد فيهم البركة شباب الحارة. راحوا على المستشفى وهربوا أم جوزيف وجابوها لهون وعلى الهزي، لا من سمع ولا من دري. إيه أنا كل هذا الكلام عندي خبره، بس ما عاد سألت عنها ولا عرفت وين خبوها. خبوها ببيت أبو بشير الفران. إيه بيت أبو بشير مزبوط. حرق حريشه ولا أبو بشير، اللي بيشوفه فكره طبل على الفاضي والله وطلع منه. يو شوفوا
برافو عليك يا ملازم لمر. هذا خبر رح يرفعك للسماء عندكم الآن. تاريخ جوزيف مشرفي على الحارة وعم تتنختر وأنا مالي خبر. لا وعند مين؟ عند أبو بشير الفران. إيه شو عليه؟ لعمة هي ما حسبت حسابها. ليش كل رجال الحارة خبوا الخبر من أساسه عني؟ معناها شاكي فيني. هاي مو شغلة أبو حاتم لحاله، هاي شغلتهم كلهم. هلا أنا إذا خبرته للكومندان عن أم جوزيف رح يتأكدوا إني أنا وراها. هاي ما حسبتها يا ملازم نمر. تاري الشغلة مو بالبساطة. روّي واحسب على مالك. اعمل لك فنجان قهوة تاني. كرمال الله احكي لك شو كلمة عقيد. ولك ببوس ايدك خاطر. ببوس ايدك لما تقلي عقيد. طول بالك اخي، طول بالك، طول بالك. ما عاد اقدر. ما عاد اقدر احطق. ولك جاي على بالي انطع الحيطان. ولك هذا اللي قتل خالي. خالي. ليش ندل؟ ولك بدي اعرف شلون ندل. تفضل. مساء الخير يا بي. اهلين يا بي. شلونك يا بي؟ الحمد لله يا بي. ايه والله الحمد لله. شو عم تقري؟ هذا كتاب الأميرة الشماء. الأميرة الشماء. ايه والله رواية حلوة كتير كتير. يا ما قاري يا بي شبابي وسمعها لنا بالقهوة. الله يعطيك العافية. شو بدي لك يا بي؟ أمك عم تقول إنه حاسستك مالك على بعضك هالكم يوم. في شي يا بي؟ أنا؟ ليش يا بي؟ يعني هي عم تقول إنه صايرة عم تلتهي عنا كتير وعم تشتغلي كتير وعم تتعبي حالك. شو بدها يعني ساوي؟ أقعد وحط الحزن بالجرح؟ ولا ضني حاطة ايدي على خدي وصافني طول النهار؟ انا بكيت كتير وحزنت كتير يا بي. ويمكن اللي خفف عني اني كنت متوقع هالنتيجة بعد غيابه المفاجئ. ولو البكي بيرجع اللي راح كنت ببكي عليه طول عمري. الله يكملك بعقلك يا بي. مزبوط مزبوط. لو البكى بيرجع الغايب كنا بنبكي عليه كل العمر. أنا يا بي عم بشتغل وإلها حالي من شان ما طق. بدي شي نسيني زعلي على جوزي. بدي شي نسيني همي. إذا ما عملت هيك بطق. والله بطق يا بي. وين رايك يا عقيد؟ أبو فارس لما تقول لي عقيد ما عاد بدي اسمع الكلمة، ما عاد بدي اسمعها. عم تفهم؟ ورحمة أبوك بتربته يا أبو الحس. لو عارفك بدك تتضايق من هالكلمة هاي ما كنت قلت لك ياها. الله يرحم ترابك يا أبو شهاب.
شوف فارس انا لا تكفي لك ابني، انا بعرف كل شيء. بس اصحى اصحى لك معتز. لك انت لوين رايح وتارك الحاره؟ لك تارك اهلك وقرايبينك واحبابك كلهم. لكن بحاجتك اليوم اكثر من اي يوم تاني. اللي كانوا حامين الحاره صاروا بدنيا الحق، واليوم انت يا معتز انت لازم تحميها. اي ما بتنترك يا معتز، واذا بدك تروح قوم روح. حاتم أثر على رجال الحارة، وهو اللي خلاهم ما يحكوا ويقولوا قدامي عن موضوع أم جوزيف. بسيطة يا أبو حاتم، بسيطة. بدك تلعب معي، بدك تتحمل خرميشي. أبو كامل؟ يو أبو كامل؟ عم تحكي معي؟ إلك أنا عم بحكي معه، لكن مع خياله. ايه يا عمي نيالو، منو هاد اللي اخذ عقلك؟ بصراحة كنت عم فكر بفكرة، خايف قلك اياها وتنجازيش. بشو عم تفكر ابن عمي؟ بيني وبينك سمعت حكي ما عجبني. لك ابن عمي مشان الله حاجة تلف وتدور، اللي شو سمعت؟ لك هيك سمعت طراطيش كلام من لسانات اللي بلتوا بيعجنوا، عم يقولوا انه انا ساكن ببيت حريمي ومن ساعتها وانا مقروق. اي نقال اقوالهم ينتصب ميزانهم تنقص لساناتهم على هالعلاك اللي عم يعلكوه. انا حرمتك وانت جوزي تقبرني، وما في فرق بين الحرمه وجوزها. لك يا فريال، لك هذا الكلام مزبوط، بس الناس ما بتعرف الكلام. عم يقولوا اني ساكن ببيت ابو توفيق الله يرحمه. بقى رايي انه نرجع لبيتنا الاول، قصدي بيت المرحوم ابو صالح الله يرحمه. لا لا ابوس ايدك ابن عمي، انا برات هالبيت ما بيطب لي عيش. اخ يعني لو كنت رجال كنت عرفتي قيمة الكلام اللي عم ينقال. ولا بدك يعني اسمع هذا الكلام وطنش؟ الله يخليك ابن عمي، لا إيه لشي دوبارة، أنا متعودة على هالبيت وما فيني اطلع منه. خلاص فريالي عادي لليك عادي. خلاص أنا لقيت لك حل، بس بشرط إنه أنت توافقي. شو هو الحل؟ إيدي بظل نارك. يعني إذا منكتب بيني وبينك وراء بتوقعي لي إياها إنه أنت بعطيني هذا البيت. ضل قاعدين بهذا البيت ومنقطع لسانات الناس كلها، شو رايك؟ عمل لي بريحك ابن عمي. خلص يلا هلا بدك شيء؟ وين رايح؟ الدنيا حتصير نص ليل. هلا رجعنا لنفس الموضوع، لازم اطلع واطمن على الحاره في ريال. يلا بخاطرك. جوزيف، ام جوزيف قومي تقبريني، قومي اشربي الدواء. هي الدواء جاهز مرت عمي. قومي تقبريني، قومي جلسي. ام جوزيف قولي على قامتي، عم تغلي غلي بالحراره. شو بدنا نعمل مرت عمي؟ روحي الله يرضى عليكي جيبي لي طاسه مي بارده، خليني اعمل لك كمادات. يلا قولي على قامتي ان شاء الله. قولي على قامتي. ام جوزيف تقبريني بشو حاسه؟ انا منيحه، ماني حاسه بشي. يا علي ان شاء الله مالك حاسه بالحمى اللي صايبتك؟ لا بس بردانه شوي. هي تقبريني من شده السخونه بتحسي حالك بردانه كثير. تحسي حالك بردانه. لك يلا يلا جميله، ليش لهلا؟ قولي على قامتي منك. روحي اعملي كاسه لمونادا بسرعه بتنفع اقوام. يا رأنتي بشاء يا رأنتي. شو بنام جوزيف؟ وحدي الله.
بحياتي ما فكرت اني التحش بالفرشة والناس يخدموني ويتحننوا علي. لا يا ام جوزيف، هلا زعلتيني منك والله. والله اخوك يا ابو بشير اصر اللي يجيبك لعنا لهون على البيت. وبعدين يا ام جوزيف، كل بيوت الحارة مفتوحة لك والكل بحبك. واذا كان على الخدمة، لا يا ام جوزيف، انا عم بخدمك كاني عم بخدم امي. اي والله بخدمك بقلبي وعيوني. انت اصيله يا ام بشير، والاصيله فرس بتبان من اول نظره عليها. كتر خير كتر خير كتر خير. راسي عم يوجعني كثير. بس أنا كنت حابة أحكي لك خبرية. خبرية شو؟ أنا حبلة. شلون يعني؟ حبلة يعني ببو؟ إيه، أنا حبلة صار لي شهر. ولك ليش ما خبرتيني لهلا؟ أنو ليش أنت عم تقعد بالبيت لحتى خبرك؟ كرمال الله لا تواخذيني بنت عمي. الله وكيلك اللي حامله جبال ما بتحمله. امسكي هاي ليرة ذهب عصم الله، اعملي فيها شو ما بدالك. ان شاء الله الف مبروك. الله يخلي لي اياك يا رب. خيريه، بدي اياكي تجيبي لي ولد قلبه حاضر مثل النار وايده بيضه مثل التلج. تكرم يا سيدي وتعشر. شلونك يا ابو محمود؟ مينو انت؟ انا مأمونة بن كامل الضبع. ليه عم تضحك؟ انا حكيت شي بيضحك؟ انت كذاب ومحتال، واذا قدرت تضحك على اهل الحارة علي ما بتقدر تضحك، لانه مأمون ابن كامل الضبع مات بأضنة، وأنا كنت واقف وقت اللي إجا خبره، واللي جاب خبره لساته حي يرزق لهلأ. لا ما سكن هذا الكلام صحيح. أنت مين ولاد؟ شو جابك لهون الحارة؟ أنا الشيطان اللي بده طق على جوزة حلقات. شيطان بده يلعب فيكم يا أهل الحارة. ايه المأمون بيك يسعد لي هالمساء. شلونك يا فارس؟ الله يسلمك يا رب. شلون الاحوال اللي؟ والله الحمد لله تمام التمام. ايه الحمد لله. في عندك كاسة عاي هندي لنشربها سوا؟ تكرم عينك، شرك معهود. يا كريم يعني صحيح قاعدة ما قد المقام، بس شو بدنا نسوي؟ الله يخليني اياك، لا من زمان مشتاق اقعد معك. لك على راسي. بس يعني انت بتعرف المسؤولية يا فارس. تكرم عينك. يا عيني عليك يا عيني. شرف مأمون بيك صحة وهنا محل ما تسري تمري. احكي لي يا فارس، قبل ما تيجي لهون وين كنت عم تخدم؟ والله يا مأمون بيك كانت خدمتي باللاذقية، بس غضبوا علي ونقلوني على الشام. اها، وبتحب احكي لك فيها وترجع على اللاذقية؟ ايدي بزنارك يا مأمون بيك، بس لا ما بدي سأل عليك،
بس والله العظيم إذا نقلتني على اللاد إيه لا تدعي لك أمي ليل ونهار، لأني ما شفتها لا أنا ولا عيلتي من وقت انتقلنا على الشام. ولا يهمك يا فارس، بكرة بدي أحكي لك فيها وإنقلك مو على اللادية، وحياتك لا ليلك لحضن الميمة. شو رأيك؟ عراسي يا مأموم بيك، والله أنت أدى. السلام عليكم. مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عم يا بخامة؟ الله يسلمك يا حبيبي. خير؟ شو في؟ الوالد تعبان شوي، فقلت لحالي نطلع عند الحكيم حمزة لحتى يشق عليه. لا 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 لا، خلص لك، أنا لروح معكم أنا واطمن عليه. لا لا لا، ما محرزة، شوية مغص ما بدها. اسمع يا ابني يا حمزة، بدي إياك تدير بالك على أم جوزيف منيحة. تفضل حكيم، تفضل. صباحو على خير. وانت من اهله والله معك. ام جوزيف مأمون بيك؟ ها يلا فارس، عمل حالك جدبه وما بتعرف انه ام جوزيف بالحاره. بحبتي ما بعرف شيء، مأمون بيك انا اكثر من المحرس، مالي شغل هون، محرس وحراسه الحاره وبس. فارس فارس، بعرفك اصلي لا بتلف ولا بتدور. ما تحكي لي شلون فوتوا شباب الحارة ام جوزيف جوا؟ اعدم عافيتي اذا بعرف كيف. لا يا اب فارس لا، قبل شوي عم نحكي انه بدنا ندبرك ونتوسط لك لنرجعك على اللاذقية. وافارقة معي انقلتني ولا ما انقلتني؟ اصلا هو باقي لي كام سنة بطلع تقاعد، غمض عين فتح عين بيخلصوا. هو هيك قال؟ اي والله يا ابي، جبدنا بارضنا انا والحكيم، ما عاد عرفنا شو بدنا نساوي. الله يصلحك يا ابو حاتم على العملة، كنا لازم نخبر مأمون من الاول وين بدي ودي وشي منه وين. يا بي بدي افهم ليش عمي ابو حاتم حاطط دابه بداب مأمون بيك؟ والله الزلمه ما شفنا منه غير كل شيء منيح. يلا يلا طمني حكيم، شلون عم جوزي؟ طمن عمي ابو بشير، عنده شويه سخونه باذن الله من هون لبكره بتروح. الله يطمن قلبك. تفضل تفضل حكيم. شرف. اوه والله صار برد، احسن شيء قوم حط راسي ونام، لانه ما في حدا بالحاره بيقدر يتصل معه. يا الله. مسيك بالخير عمي ابو محمود. اهلين. شرف معنا عمي ابو محمود. لوين؟ مشوار صغير. ليش شو عليه؟ سكروا لي الباب. الحارة لعند هذا مأمون، لهم اجتماع بالمضافة. صار معي إيه؟ يا عمي أبو حاتم فهمنا بالعلم نشرح، شو القصة؟ يا جماعة هلأ أبو كامل ابن أخوه للزعيم أبو صالح الله يرحمه، هي ما عدا حكينا فيها، بس اللي عم يصير بالحارة لا من مربانا ولا من ناموسنا ولا من أخلاقنا. طيب شو عمل أبو كامل؟ حكينا يا أبو حاتم، سمعنا. أخذ بيت أبو مرعي غصب عنه، واخذ بيت عمه ابو النار وحط ايده على بيت الادعشين، واشترى دكانه ابو سمير وحمصاني وحط لنا زلمته النمس فيها، واخر متاخر. احكي احكي يا ممدوح، قل له شو صاير معك. يعني النمس طالب مني يشتري بيتي لصالح مأمون بيك. لا لا يا ابو حاتم لا، خلص قولها بقى، قول انه الشلي حسات ودي تعيبها. اثبت كلامك وعرف مع مين عم تحكي. ها اوعك يلي بده يتحدى هي الحارة من هدى، في مين بيحمي الدار.